إن أنا أبين أمين عبد الحميد، مناضل تقدم مغربي، عضو في منظمة نهج ديمقراطي المغربية، كذلك عضو في الجمعية المغربية لحق الإنسان، وفي نقابة الاتحاد المغربي للشغل. سبق لي أن اعتقلت لمدة 12 سنة، أزيد من 12 سنة، في عهد الحسن الثاني من 1972 إلى 1984، وأنا أوجد الآن يعني بمدينة الحسيمة لأشارك في المسيرة المقرر تنظيمها بعد الزوال، بعد أن تم إقرارها منذ عدة أسابيع. وهذه المسيرة تدخل في إطار حراك منطقة الريف ضد التهميش ومن أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. إن هذا هو السبب الذي دفعني إلى أن أتواجد اليوم في مدينة الحسيمة. وطبعا هذا الحراك هو حراك مهم جدا بالنسبة إلينا كمتقدمين، ليس فقط من أجل حل مشاكل المنطقة، وليس فقط من أجل فرض استجابة السلطة للمطالب الاجتماعية والحقوقية لساكنة الريف، ولكن كذلك هذا الحراك مهم بالنسبة للشعب المغربي ككل، باعتبار أنه سيكون له ما بعده بالنسبة للشعب المغربي ككل. ونحن نامل أن ينجح هذا الحراك، لأنه سيكون قدوة بالنسبة للشعب المغربي ككل، خاصة بعد توقف حركة 20 فبراير المجيدة. هذه الحركة التي رفعت كشعار إسقاط الفساد وإسقاط الاستبداد، والتي لم تتمكن مع الأسف من الوصول إلى أهدافها، وهدفها الرئيسي هو طبعا تخليص البلاد من المخزن، تخليص البلاد من المخزن الذي هو سبب الاستبداد وسبب الفساد. إذن لهذا السبب نحن موجودين اليوم بمدينة الحسيمة، ونتمنى طبعا أن يتم هذا الحراك في شروط سلمية، يعني في الشروط السلمية المعتادة، لأنه هنالك مسألة جوهرية وأساسية لابد أن نقولها، وهي أنه جميع الحراكات تتم بشكل سلمي كلما ابتعدت السلطة عن التدخل، والسلطة هي المسؤولة الأولى والوحيدة عن العنف الذي يمكن أن يصاحب بعض التظاهرات. ولهذا المطلوب من السلطة أن تبتعد، إذا أرادت أن تكون الأمور سلمية، أن تبتعد عن هذه الحركات وألا تستفزها، وأن تترك المنظمين ينظمون شأنهم بأنفسهم، لأنهم بيّنوا على نضج كبير جدا، وأنهم قادرون على تنظيم أكبر التظاهرات بدون أي تدخل للأمن. وعلى العكس من ذلك، كلما تدخل الأمن بدريعة الحفاظ على الأمن، وإلا كانت هنالك يعني كان هنالك العنف وكانت هنالك اصطدامات. ولهذا على السلطة أن تبتعد عن حراك الحسيمة وعن كافة الحراكات، وأن تدع الناس يعبرون عن مطالبهم بحرية، وهذا هو يعني هذه هي الديمقراطية الحقيقية. بالنسبة إلينا في المغرب، يعتقد الكثير من الأجانب بأن المغرب بلد ديمقراطي، والحقيقة أننا بعيدين كل البعد عن الديمقراطية في بلادنا. وأنا شخصيا أفضل استعمال عبارة المغرب هو بلد ديمقراطوري، بمعنى يعني أنه عندنا الديكتاتورية هي الجوهر، لكن في المظاهر عندنا العديد من مظاهر الديمقراطية، عندنا دستور، عندنا قوانين، عندنا أحزاب سياسية متعددة، عندنا عدة نقابات، عندنا الآلاف من الجمعيات،
عندنا يعني العديد من القنوات التلفزية، ولكن في الجوهر هنالك الرأي الوحيد، وهنالك يعني نعيش يعني وضعية واضحة يعني من الدكتاتورية في هذا البلد، وهذا ما يتجسد بالخصوص في الدستور المغربي. الدستور المغربي الذي تم إعادة صياغته بعد حركة 20 فبراير 2011، والذي تم المصادقة عليه في فاتح يوليوز 2011، هو دستور غير ديمقراطي، هو دستور مخزني، وهذا يتضح بشكل بارز من خلال هندسة يعني السلطات، مختلف السلطات، ومن خلال العلاقة ما بين مختلف السلطات. فالمؤسسة الملكية هي المؤسسة المهيمنة على كافة السلطات وفقا للدستور المغربي. فالملك هو رئيس الدولة، هو رئيس الجيش، هو رئيس الأمن، هو رئيس يعني المجلس الوزراء أي الهيئة التنفيذية الأساسية. الملك كذلك هو رئيس يعني القضاء، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. الملك هو كذلك رئيس، هو الذي يعين ويختار الأساسي في المجلس الدستوري أو الغرفة الدستورية. الملك هو أمير المؤمنين، وبهذه الصفة يعني هو الذي يتحكم في الفتاوى الصادرة عن مجلس العلماء. إذن الملك بيده كافة السلطات التنفيذية والدينية والقضائية، والحكومة لا تتمتع سوى بفتات السلطة، بفتات السلطة. وكما يعني كان يقول رئيس الحكومة السابق، أنه رئيس الحكومة كان يقول عن نفسه: أنا لا أحكم في هذا البلد، أنا فقط أساعد الملك، أساعد الملك على حكم البلد. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع على مستوى الدستور، وهذا ما اتضح بشكل واضح بعد انتخابات يعني 7 أكتوبر الماضي، حيث رأينا أن الانتخابات أولا لم يشارك فيها سوى 20% من المغاربة، هم الذين شاركوا في هذه الانتخابات، و 80% غير معنيين بهذه الانتخابات. ثانيا أنه النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات يعني انتخابات 7 أكتوبر يعني لم تعكس نفسها على مستوى يعني الحكومة، بحيث رغم أن رئيس الحكومة هو من الحزب الذي حاز على أغلبية يعني في البرلمان، فليس ذلك الحزب هو من اختار ممثله، ولكن يعني الملك هو الذي اختار عمليا من يمثل ذلك الحزب. وبهذا تم إبعاد يعني بالكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وتم المجيء بالعثماني يعني كبديل عنه في رئاسة الحكومة، في حين أن الوزارات الأساسية لم تعطى لحزب العدالة والتنمية الذي حاز على الأغلبية يعني نسبية في البرلمان، وإنما أعطيت إلى الأحزاب يعني الأكثر ولاء للمؤسسة الملكية. إذن المغرب يعني ليس بلد ديمقراطي، وهذا نراه كذلك على مستوى حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في بلادنا لا تحترم، رغم أن الدستور جاء في يعني في فقرات مهمة منه باحترام يعني مجمل الحقوق الأساسية الإنسانية التي يتضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. رغم أن الدستور يتضمن هذه الحقوق، ولكنه لا يتضمن آليات احترام هذه الحقوق. ورغم ذلك يعني نرى أنه في الواقع ليس هنالك احترام لحقوق الإنسان ببلادنا. النظام الاقتصادي المغربي هو نظام رأسمالية ليبرالية تبعية وريعية. أشرح
رأسمالية، أنتم تعرفون في إسبانيا وفي كاتالونيا ما هو النظام الرأسمالي وما هي عاهات النظام الرأسمالي والاستغلال المرتبط بالنظام الرأسمالي. لكن ما لا يعرف كثيرا في البلدان الأوروبية الأخرى هو أنه نظامنا الرأسمالي له خصوصيات أخرى، أنه نظام رأسمالي متوحش، أنه تبعي، وبالتالي لما نقول تبعي معنى ذلك أنه هنالك استفادة للرأس المالي المحلي ولرأس المالي الأجنبي من الاستغلال، وبالتالي فالاستغلال الموجود في المغرب هو استغلال مكتف، وهذا ما يفسر أن الوضعية الخطيرة للعمال يعني المغاربة ببلادنا الذين يعيشون استغلال مكتف بين طرف رأس المال الأجنبي ومن طرف رأس المال المحلي. وأكثر من ذلك لنا نظام اقتصادي ريعي مبني على الريع، الريع بمعنى أنه الامتيازات خارج الاقتصاد، يعني الريع بمعنى تعطى الأراضي لأشخاص معينين موالين للسلطة، تعطى يعني الجريمات يعني لأشخاص يعني موالين للسلطة، المهم امتيازات اقتصادية متنوعة تعطى لأشخاص موالين للسلطة بدون عناء وبدون تعب. ولهذا يعني فنظامنا نظام غير يعني عادل، ولا يمكن أن يولد سوى المزيد من الفقر. وهذا النظام طبعا يستفيد منه رأس المالي أجنبي، ومن ضمنه طبعا رأس الماليين الفرنسيين ورأس الماليين الإسبانيين، باعتبار أنه رأس المال يعني الفرنسي ورأس المال الإسباني هو امتداد للاستغلال الذي كانت تعرفه البلاد أثناء الفترة يعني الاستعمارية. ونحن هنا في البلاد عندنا يعني علاقات مهمة بين يعني رأس المال المغربي ورأس المال الإسباني الذي يتدخل في بلادنا ويساهم في الاستغلال الذي يعرفه شعبنا، ومن هنا نجد تلك العلاقة يعني الوطيدة بين الحكام في إسبانيا والحكام في المغرب. هاد الحكام في إسبانيا يصمتون على ما يقع في المغرب لأنه لهم مصالح اقتصادية يجب حمايتها، وهذه الحماية تمر بالنسبة للسلطات الإسبانية عبر غض الطرف، عبر الصمت عما يجري في المغرب من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن تجاوزات في مجال حقوق الإنسان. نحن نعتقد أن الاستعمار والإمبريالية دائما كانت لها يعني مظاهر متنوعة. ففي القرن 19 كان هنالك الاستعمار المباشر بجيوشه بإدارته بالأشخاص الماديين المستعمرين المتواجدين في المغرب. طبعا بعد نهوض الشعوب ورفض الشعوب للاستعمار المباشر يعني اضطرت الإمبريالية إلى تغيير جلدها، يعني فأصبحنا نواجه الاستعمار الجديد، الاستعمار غير المباشر، حيث أنه لا جيوش ولا إدارة ولا مستعمر مباشر، لكن هنالك المصالح الاقتصادية والمصالح الثقافية وأحيانا المصالح العسكرية يعني موجودة لعدد من البلدان منهم فرنسا بالخصوص ومنهم إسبانيا. وطبعا نحن هنا يعني لابد يعني كمناهض للإمبريالية فنحن نواجه هذا الاستعمار الجديد، ونريد أن تتخلص بلادنا من هذا الاستعمار الجديد الذي رأس رمحه اليوم في بلادنا هو فرنسا، ولكن إسبانيا كذلك. Hello.